المشروع اللي احنا الآن يجري وضع دراسة الجدوى ليه أو يمكن بدأنا تنفيذه كمان، اللي هو المشروع بتاع 10,000 فدان، أول مدينة متكاملة لإنتاج وتصنيع واستخلاص زيوت النباتات الطبية والعطرية. على الهامش هيقام محطة البيوجاز اللي شفناها هنا، هيقام مزارع السبيرولينا زي اللي شفناها هنا، أحدث تكنولوجيا، ماليش دعوة بالحجم، بتكلم على التكنولوجيا اللي بتدار بيها. هل هيتم نقل كل هذا إلى المنطقة اللي فيها أو مدينة 10,000 فدان الفاضلة؟ تمام، هو المصطلح انا بحب الفضيله دي، المصطلح اللي وان شاء الله ده اللي بنسعى ليه، انها تبقى مدينه متكامله اللي بغرض غذائك دوائك، حتى هتضم جزء منها منتجع سياحي علاجي. فقامت مزارع التحارب هيكون في المنطقه دي، هيكون في برضه مزارع لتسمين المواشي على نطاق واسع. نقدر نعمل محطات ضخمه بيوجاز زي ما حضرتك شفتها النهارده، يعني أن ننقلها، لأن البيوجاز هيكون تكلفة إنتاجه أرخص من المنطقة الشمسية. بالتأكيد. بالتأكيد. لأن حسب الظروف الجوية، الظروف الموجودة دلوقتي وأسعار الكهرباء، لا أنت لازم تتجه إلى طاقة متجددة. فالأفضل تختار أني أفضل نوع ليك في المنطقة اللي أنت عايش فيها.